الفنان هاني علقم. ولد عام 1977، درس الفن في معهد الفنون الجميلة في عمان عام 1996، ثم واصل تدريبه على يد الفنان السوري مروان قصاب عام 1999، وعمل مشرفاً لمحترف المتحف الوطني الأردني للفنون الجرافيكية. يتقاطع تصوير القلق والاغتراب في التعبير الجرافيكي عند الفنان هاني علقم مع ثلاثية الحب والموت والحياة التي تظهر في أعماله بشكل صريح، وفي ملامح شخصياته التعبيرية تنكشف عوالم الإنسان المعاصر الحافلة بالتوتر والتساؤل والتناقض، غير أن النزوع إلى الانعتاق والتحرر وصولاً إلى الأمان الذي يبقى دائماً وأبداً هاجساً للمبدع يسعى للوصول إلى تحقيقه بمختلف الأساليب الإبداعية في كل زمان ومكان.